على حين غرة باتت ساحات أوروبا الواسعة أضيق ما تكون على حرية التعبير، تلك التي يتغنى بها الغرب في نهج دساتيره وشعارات حكوماته وحكامه. فمطالب المعتصمين في ساحات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدعم أهالي غزة ووقف الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على الأطفال والنساء كرسالة حشد عالمي عاجل لإنقاذ غزة من فكي الحرب الإسرائيلية بالدبابات والصواريخ التي سجل التاريخ أنها حرب غير مسبوقة ضربت فيها معايير الإنسانية بإبادة جماعية وتهجير مليوني لقطاع يقترب من أن يكون مقبرة بحجم مدينة اسمها غزة. ومع غليان شوارع أوروبا أكثر من أي وقت مضى بأطياف عرب وأوروبيين ويهود مناصرين للقضية الفلسطينية بشعارات الحرية، اتخذت دول غربية عدة ردا على تلك التظاهرات إجراءات تمنع حرية التعبير التي كانت تتباهى بها، وصار العلم الفلسطيني وليس علم حماس فحسب تعبيرا عن معاداة السامية، وصدرت قرارات بمنع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أكثر من بلد غربي، وهددت بعض العواصم الغربية بأحكام مشددة بالسجن ضد المشاركين في تلك التظاهرات. خبراء ونشطاء أكدوا أن ما يحصل عمليا هو ظاهرة تاريخية يتماهى فيها الغرب مع إسرائيل، لا يتعلق الأمر بتجاهل تاريخ الفلسطينيين ونكباتهم وتهجيرهم وتبرير جرائم الجيش الإسرائيلي والتغاضي عن انفلات المستوطنين المسلحين في الضفة، بل يتعلق عمليا بنزعة تعتبر حياة الإسرائيلي والأوروبي أهم من حياة الفلسطيني، وتبيح أشكال الانتقام ضدهم في سابقة لم يشهد العالم مثلها.